السلام عليكم أصدقائي الأعزاء في عمل فني جديد، وهذه المرة سنرسمه على خلفية سوداء وهو نوع الأطوال من النوع الأسود الإيطالي. سأقوم بتحديد هنا مباشرة بالقلم الأبيض، هكذا أنا أنقل من الصورة، أنظر إلى الصورة وأقوم بتخطيط هذا الرجل، وهي لوحة عبارة عن جناوة المغربية. أنا هنا لم أسرع الفيديو، تركته على طبيعته، فأنا أخذ الوقت الكافي هنا كما تشاهدون في تخطيط هذا. سيكون تخطيطا قريبا فقط إلى الصورة لتحديد المكان الذي سنضع فيه الألوان. هكذا كما تشاهدون أنا أخطط وأنظر إلى الصورة، فقط أنظر إلى الصورة تكون الأبعاد قريبة إلى الشخص الموجود في الصورة والمراد رسمه. هكذا تستمر العملية، أخذ الوقت الكافي كما تشاهدون وأضع التخطيط القريب للصورة الفوتوغرافية التي ننوي رسمها إن شاء الله. هكذا هذا الثوب هو أسود، ليس أسودا بالمعنى الحقيقي ولكنه أزرق داكن إلى درجة السواد، وهو ثوب جميل ورائع أيضا في الرسم، ويمكنه البقاء لسنين طويلة. هكذا أخذ الوقت الكافي في رسم وضع التخطيط المناسب للصورة، لتأتي من بعدها مرحلة ملء الصورة بالألوان، التخطيط عفوا بالألوان. هكذا أخذ الوقت الكافي، أنظر إلى الصورة وأقرب ما أمكن إلى كما تشاهدون قلم. هنا حينما أشير الإضاءة ستكون قادمة من هذا الاتجاه، سأتخذ شكل الإضاءة من هذا الاتجاه. كما أقول دائما أرسم واختر الإضاءة، إذا كنت لا ترسم انطلاقا من الصورة، تخيل الإضاءة من الجانب الذي تريد أنت وابني على ذلك الأساس. أنا هنا حددت الإضاءة، قلت بالإشارة إليها في الفيديو أنها ستكون من هذا الجانب، والإضاءة ستكون من نفس اللون كما سبق الذكر. هكذا تستمر. هذا هو القلم الذي استعملته في رسم هذا الموسيقي أو الفنان الجناوي. وبعدما انتهيت من وضع التخطيط بالقلم، أنا الآن أبدأ في ملء هذا الفنان الموسيقي بالألوان. هنا هذه الخلفية السوداء ستكون أسهل لأنني سأعتمد على الجانب المضيء فيها. هنا سأبدأ بالإضاءة. هكذا أبدأ ملء وجه، وهنا أنا وضعت لاباليت التي أخذ منها الألوان هنا كما تشاهدون. سأبدأ في ملء الموسيقي بالألوان. هنا بدأت في عملية ملء الموسيقي بالألوان، والريشة التي ظهرت في الصورة هي التي أستخدمها هنا، إنها تيسر العمل وتسهله كثيرا. الآن بدأت في ملء ثياب الرجل الموسيقي كما تشاهدون، وهذه الثياب لهذا النوع من الموسيقى هي تحمل رموز، و أنا كما وضعتها هنا دون أن أركز عليها، فقط هي مجرد ورود على أشكال ورود صغيرة وكأنها تزين اللباس الجناوي، وهو عمل سريع ولم يتطلب وقت كبير. ولكن أردت دائما أن أشارك معكم هذه الفيديوهات لتعم الفائدة، إن كانت بطبيعة الحال هذه الفيديوهات ستفيدكم.
نقوم بتزيين قبعة الموسيقي وكذلك أضيف بعض الإضاءة إلى ملامحه، وهنا سيقتصر العمل على الإضاءة فقط وسيبدو. وهذا هو نهاية العمل الفني، هكذا ظهر في النهاية. إنه رجل وكأنه يخرج من السواد، هو موسيقي غناوي مغربي أيضا من التراث المغربي، وغناوة لها قصة طويلة وشرحها يجب يتطلب وقت كبير. هكذا أريكم اللمسات، أنا أتركها ظاهرة كذلك ولا أركز على. والمهم حينما تبعد الصورة الكاميرا تبدو لوحة جميلة و